Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an? أرجو أنكم في الصحة والسلامة وفي أمان الله وأسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب الخير دائما وأبدا آمين يا رب العالمين. قبل أن نبدأ هيا نقرأ دعاء معا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين رب العالمين. أهلا وسهلا إلى محاضرة اليوم. اليوم سأشرح لكم عن التجويد من مادة المهارة القرآن للسنة الثالثة. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم. قبل أن نبدأ هيا نشاهد الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماذا تنظرون في تلك الفيديو؟ هل صعبة أو سهلة في نطق تلك الكلمات؟ سهلة؟ صحيح. لماذا؟ ما موضوع محاضرتنا اليوم؟ الطلاب الأحباء، سأتحدث لكم اليوم عن المد البدل. قبل أن نبدأ هيا ننظر إلى الأهداف الدرس في هذا اليوم. في آخر الدرس يتمكن الطلاب أولا ذكر تعريف مد البدل، ثانيا توضيح سبب تسميته بمد البدل، ثالثا بيان حكم مد البدل ومقداره، رابعا ذكر أمثلة مد البدل، خامسا الملازمة على تلاوة القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد، وهو أهم الهدف في التعليم علم التجويد. ينبغي لنا أن نطبق هذا العلم في الحياة اليومية أثناء تلاوة القرآن وإقامة الصلاة. الطلاب الأحباء، أريد منكم أن تأخذوا معكم القرآن والكتاب والقلم. لما نتعامل
بأشرف العلوم، أرجو منكم محافظة على آدب طالبة العلم. هل لديكم مصحف القرآن والكتاب الآن؟ الحمد لله، أحسنتم. الآن ما هو مد البدل؟ سأشرح لكم تعريف مد البدل. قبل ذلك سأراجع تعريف المد كما درستم في الدرس الأول. المد لغة هو الزيادة، واصطلاحا وإطالة الصوت بحرف من حروف المد. هل أنتم تتذكرون حرف المد؟ ما هي؟ أحسنتم، حرف المد هو الحروف الألف والواو والياء. إذن تعريف المد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة. مرة أخرى، تعريف المد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة. على مثال: آمنوا، أوتي، إيمانا، وأوذوا، آدم. حتى الآن أتفهمون؟ ممتاز. والآن هيا ننظر إلى سبب تسميته. أيها الطلاب، هل يمكنكم أن تفكروا سبب تسمية المد البدل؟ طيب، سمي بمد البدل لأن أصله همزتان، فأبدلت الهمزة الثانية حرف المد. المثال: أأمن، فأبدلت همزة الثانية أأمن صار حرف المد آمن. سهلة وواضحة، أليس كذلك؟ جميل. الطلاب الأحباء، في بداية الدرس قد عرفنا تعريف مد البدل، ثم قد تعلمنا سبب تسمية مد البدل. هل يمكنكم أن تتذكروا تعريف مد البدل مرة أخرى كي لا تنسوا؟ طيب، مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة. كرروا مرة أخرى: مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة. أحسنتم. الآن قد ذكرنا ما هو التعريف، هيا نكرر سبب تسمية المد البدل. سمي بمد البدل لأن أصله همزتان، فأبدلت الهمزة الثانية حرف المد. الطلاب الأحباء، انتبه، لا تنسوا أن أصل كل البدل هو اجتماع همزتين في كلمة، أولاهما متحركة، يعني سواء كان الفتحة أو الكسرة أو الضمة، والأخرى يعني همزة الثانية ساكنة. فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس الحركة الأولى تخفيفاً.
المثال في ذلك أمنا آمنا أؤتوا أوتوا إيمانا إيمانا. كلمة أمنا الهمزة الأولى حركته الفتحة، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفاً، أي حرف الألف، فتصير آمنا. كلمة أؤت الهمزة الأولى حركتها ضمة، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفاً، أي حرف الواو، فتصير أوتو. كلمة إيمانا الهمزة الأولى حركته كسرة، فتبدل همزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفاً، أي حرف الياء، فتصير إيمانا. هل فهمتم كلامي؟ أحسنتم وبارك الله فيكم. قبل أن نواصل الدرس سنراجع تعريف المد البدل، ممكن؟ طيب الآن ركزوا إلي، اتبعوا قراءتي معا. مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة. اقرأ مرة أخرى كلكم. مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة. طيب انظروا إلى الجملة الآتية، املأ الفراغات بالكلمة الصحيحة. المد البدل هو أن على حرف في. ممتاز، أنتم رائعون. مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة. والآن نواصل إلى حكم مد البدل. من يعرف حكم مد البدل؟ حكمه القصر عند رواية حفص. أتعرفون أن في ماليزيا نلازم القرآن بقراءة برواية حفص عن عاصم؟ هناك تجد رواية أخرى لتلاوة القرآن مثل رواية ورش ابن عامر وغير ذلك. سنتعلم عن علم القراءات في السنة الرابعة إن شاء الله. الآن نواصل إلى مقدار مد البدل. إذا كان حكمه القصر، كم مقداره؟ من يعرف الإجابة؟ صحيح، ممتاز. مقدار مد البدل حركتان. استمعوا قراءتي جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء
حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا تسليما لمزيد فهمكم عن هذا الموضوع هيا نشاهد الفيديو الطلاب الأحباء الآن أريد منكم أن تجيبوا السؤال هل أنتم مستعدون؟ طيب أشر إلى الكلمة الصحيحة يتقدم الألف كلمة يتأخر الهمز كلمتين المد القصر املأ الفراغات بالكلمة الصحيحة المد البدل هو أن على حرف في ممتاز مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة سمي بمد البدل لأن أصله فأبدلت الهمزة حرفي أحسنتم الجواب سمي مد البدل لأن أصله همزتان فأبدلت الهمزة الثانية حرف المد ما حكم مد البدل عند حفص؟ إجابة صحيحة حكم مد البدل عند حفص القصر كم مقدار المد البدل؟ أحسنتم إجابة صحيحة مقداره حركتان انظروا إلى هذه الآيات اقرأ معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء
فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هل توجد مد البدل؟ اذكروا الكلمات التي فيها حكم مد البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هل توجد مد البدل؟ اذكروا الكلمات التي فيها حكم مد البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل توجد مد البدل؟ اذكروا الكلمات التي فيها حكم مد البدل. أحسنتم. الحمد لله. أرجو منكم أن تفهموا موضوع اليوم. ينبغي على الطلاب ملازمة تلاوة القرآن مع مراعاة أحكام التجويد، كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. طيب، انتهى درسنا اليوم. زاد الله لنا ولكم علما وفضلا، وجعل الله لنا من أهل القرآن. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.